إذا أعجبك الفيديو لا تنسى اللايك والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا إخوان الكرام؟ حوالكم إن شاء الله تكونوا بخير بسلام وصحة وعافية، ولا تنسوا الاشتراك في القناة، بارك الله فيكم. بعدما ما سمعنا أو ما رأينا من قفل القنوات على اليوتيوب، وأيضا ما وقع للأخ حوحو وغيره، هناك ما لديه قناة يعني أزيد من 8 مليون مشترك وتم قفل القناة بتاعه، فحببت أن أذكر لكم سياسة والتي يجب عليك اتباعها بالحرف. طبعا سوف أذكر لكم يعني شيء مختصر، وسوف أضع لكم الرابط أسفل الفيديو، والذي سوف ينقلك إلى السياسة الخاصة ب أو الإرشادات المنتدى لليوتيوب. فأول شيء هو عدم وضع يعني فيديوهات خاصة بالعري والأشياء الخاصة بالجنس، تمام؟ العري ولا الجنس، وحتى في العنوان وفي كذا، يعني هذه المسائل هذه يعني لا يجوز نشرها لا شرعا ولا كذا، ولكن المهم هذه أول نقطة. المحتوى الضار أو الخطير، يعني بالنسبة للفيديوهات التي ترشد الأطفال وخاصة الأطفال الكبار، يعني من شرب الخمر ومثل هذه الأمور هذه، يعني ضارة على الآخرين، أو ألعاب قتالية، أو المهم أمر يكون ضارا وخطيرا على المشاهد، يعني أنشطة تسبب لهم بالأذى، يعني يمكنك الانتحار، يمكنك مثل هذه الأمور هذه. أيضا المحتوى الذي يعني يحث على الكراهية، يعني تحارب منتجات أو شركات أو يعني أشخاص معروفين أو حتى قناة اليوتيوب، فهذا يسمى بتحريض على الكراهية أو الحث على الكراهية، وهذا من مخالفة سياسة اليوتيوب. موضوع أو صورة تظهر مشاهدة عنفية أو مشاهدة عنفية، فيها دماء، يعني قاتل، في أشياء يعني مخيفة مثل هذه الأمور هذه، خاصة فيها الدماء. الشيء هذا بالنسبة للعرب والأجانب. بالنسبة للشرط الخامس، يعني الإساءة أو المضايقة والتسلط على الناس عبر الإنترنت. يعني إذا جاءك يعني بلاغ من أي شخص أو شركة أنك يعني تسبها وكذا، وخاصة اليوتيوب، فكن على يقين أنه السلام عليكم. وأيضا يعني العنوان مضلل، المحتوى شيء والعنوان شيء، يعني بين في المحتوى الذي تكتب والعنوان الذي تكتب والصورة التي تضعها لا نفس العلاقة بالفيديو الذي قمت بنشره، تمام؟ أيضا تهديدات، تهدد شخص بكذا كذا، سوف أعمل في كذا وكذا وكذا، أو سوف نقوم بكذا، يعني التهديدات أيضا من أسباب قفل اليوتيوب. حقوق الطبع والنشر، طبعا هذا أمر خطير جدا، يجب عليكم التحرز منه. إذا تم يعني وضع منشورات للفيديوهات الخاصة بالآخرين لها حقوق، فسوف يتم قفل القناة، سواء كانت الموسيقى أو أي شيء عنده حقوق. السلام عليكم. نعم، هي خاصة بالخصوصية اللي هي الحقوق، انتحال الهوية، يعني مثلا جا شي واحد أحده وقال لك أنا راه أمين رغيب مثلا، ومعروف مثلا أمين رغيب جا واحد ودار مثل مؤخرا أصبحوا يعني ينشئون قناة باسم حوحو.
يعني ويمكنكم، يعني هناك سياسات كثيرة جدا يمكنكم الاطلاع على السياسات خاصة باليوتيوب في أسفل الفيديو. بارك الله فيكم، واللهم إني بلغت، وأنا أيضا سوف أراقب ما يجب مراقبته، يعني الفيديوهات كثيرة جدا قبل أن يتم، يعني ولكن الحمد لله معروف، يعني لا لا ليس عندي أي شيء، ولكن الله أعلم، ربما هناك أشياء. والمهم هناك أشياء أخرى مثل الكراكات، مثل السريالات، تقديم الكراكات، برامج خبيثة، وهذا يعني اختصار روابط، يعني أمور كثيرة جدا سوف تسبب لك غلق القناة. ويمكنك الاطلاع على هذه السياسة في أسفل الفيديو. وأعتقد قد انتهيت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.